عن تحفيز مغاربة العالم للمساهمة في دعم التنمية المحلية والمجالية في الجماعات الأصلية التي ينتمون إليها. سيدات والسادة النواب محترمين عن فريق تجمع الوطني الأحرار، تفضلوا السيد النائب المحترم. مشكورين. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمين. نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير العملية لتحفيز مغاربة العالم للمساهمة في دعم التنمية المحلية والمجالية على مستوى الجماعات الأصلية التي ينتمو إليها، وشكرا. شكرا لكم سيد النائب المحترم، كلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا. مشكورين. الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال. في حقيقة هذا يحيلنا على العلاقة الجديدة لمغاربة العالم مع وطنهم، وحينما أقول العلاقة الجديدة يعني الأجيال، الجيل الثاني والجيل الثالث، للعلاقة جد مختلفة عن الجيل الأول اللي كانت تمنيته أنه يرجع يوم ما. هذه العلاقة فيها الاستثمار، وهذا المجال ديال الاستثمار هناك صندوق اللي وضعته الدولة المغربية اللي سميته MDM Invest، اللي تيعاون كل الشباب، كل مستثمر المغاربة المقيمة في الخارج، وتعطي واحد الدعم مباشر ديال 10% يوصل لحدود 5 مليون ديال الدرهم. هذا جانب. الجانب الثاني هو الرغبة والإرادة ديال المغاربة ديالنا في الخارج خدمة المناطق التي اللي جاوا منها. وعن هذا الطريق هذا تنشتغلوا مع جمعيات المجتمع المدني سواء ديال المغاربة في الخارج ولا في هذه المناطق للمساهمة في التنمية المحلية. هناك تجارب جد ناجحة في عدد من المناطق اللي بفضل المغاربة ديالنا في الخارج داروا طرقان، بفضل المغاربة ديالنا في الخارج كانت برامج المحاربات الأمية، بفضل المغاربة ديالنا في الخارج كانت برامج التضامن الاجتماعي، وبالتالي وهذه هي لها أساسي يحسوا أنهم معنيون بكل يعني الانشغالات ديال المغاربة في الداخل، وشكرا. شكرا السيد الوزير، تفضلوا سيدنا المحترم للتعقيب. السيد الوزير المحترم، على ردكم وعلى في الحقيقة النظرة اللي تتشوفوا بها هذه الفئة. السيد الوزير، كانت الوزارة قد أعلنت في سياستها بتطوير أوضاع الجالية المقيمة بالخارج وتحسين علاقتها بالوطن الأم. السيد الوزير، الجيل الأول من العاملين بالخارج حاولوا ويحاولون بخلق استثمارات بالجماعة الأصلية التي ليكون اليوم هنا مشاكل ليكون هناك مشاكل حقيقية تتعرض إليها هذه الفئة، للقيام باستثمارات مهمة بالمناطق التي ينتمو إليها. السيد الوزير، هذه المشاكل في تتعقد وصعوبات الحصول على مستوى الجمارك في إطار استيراد بعض الآليات والمواد المطلوبة التي تهم حاجيتهم. السيد الوزير، هل وزارتكم لديها خطة لترسيخ التدابير العملية لتسهيل وتيسير الأمور التي تربطهم بالوطن الأم، وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم، هل من تعقيب إضافي؟ سيد الوزير تفضلوا في ثواني. نقول لكم سيد النائب المحترم أن هناك تنسيق ورغبة كبيرة جدا عند إدارة الجمارك بما أنكم ذكرتها لتسهيل مأمورية المغاربة ديالنا في الخارج. إضافة إلى هذا أن واحد البوابة إلكترونية باش يطلعوا المغاربة قبل ما يجيو على المساطر، على التحفيزات، على كل ما يمكن يقوموا به قبل ما يدار شي استثمار. ثالثا، وهذا الصيف هناك دولية ديال السيد رئيس الحكومة اللي مشات جميع المؤسسات باش تفتح شباك المغاربة في الخارج لمواكبتهم. رابعا، هناك خلية على صعيد الوزارة خاصة بالمستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج لتوجيههم ومواكبتهم وتسهيل العواقب أمامهم، وشكرا.